هل رأيت رجلا فارع الطول من قبل يفوق المقاييس الطبيعية بنسبة كبيرة واستوقفك الأمر؟ فماذا لو رأيت هذا الطول الفارع والحجم الضخم للغاية ولكن بملابس أنثى؟ لابد أن المشهد سيكون أشد غرابة وإثارة للفضول. إليكم أطول 10 نساء عمالقة لن تصدق أنهن موجودات بالفعل. في المركز العاشر يوجانا سيمجونوفا، متران وواحد سنتيمتر. ولدت يوجانا سيمجونوفا في الاتحاد السوفيتي سابقاً عام 1952، وهي لاعبة كرة سلة معروفة بشكل كبير خلال الأعوام من 1970 إلى 1980، وتم تكريمها أكثر من مرة عن إنجازاتها في كرة السلة، فقد كانت لاعبة محترفة ومشهورة بأدائها المدهش والذي ساعدها عليه طولها الفارع الذي يبلغ 201 سنتيمتر. في المركز التاسع ريتا مينيفا، متران وسبعة سنتيمتر. لاعبة كرة السلة الإفريقية ريتا مينيفا بيسا يبلغ طولها مترين وسبعة سنتيمترات، وهي من زيمبابوي ولكنها تعيش حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر إحدى لاعبات فريق كرة السلة الأمريكي. في المركز الثامن كارولين ويلز، متران وعشرة سنتيمترات. ولدت كارولين ويلز عام 1986 ويبلغ طولها مترين وعشرة سنتيمترات، ويبلغ طول ساقيها 51 بوصة، وترتدي أحذية مقاس 50، وهو الأمر الذي منحها شهرة واسعة، فأصبحت شخصية معروفة وهي تعمل خياطة وكعارضة أزياء في بعض الأحيان، وتنشر صورا لها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مستعرضة طولها الهائل. في المركز السابع جين بونفورد، مترين وستة عشر سنتيمتر. ولدت جين بونفورد في بيرمنغهام بالمملكة المتحدة عام 1895، وهي تحمل لقب أطول سيدة بريطانية، وبلغ طولها مترين وستة عشر سنتيمتر قبل وفاتها. كان طولها طبيعيا للغاية إلى أن تعرضت لحادثة تسببت في كسر جمجمتها وأدت إلى تلف الغدة النخامية، ما أدى بدوره إلى زيادة معدل نموها، وقد قررت ألا تستفيد من ضخامتها وطولها الفارع ماليا، فظلت تعمل كجليسة أطفال في بلدتها إلى أن توفيت وهي في سن 28. في المركز السادس هيذر جرين، متران وسبعة عشر سنتيمتر. تعيش الأمريكية هيذر جرين في نيفادا، وهي واحدة من أطول نساء العالم، فعندما كانت في الخامسة عشرة بلغ طولها 198 سنتيمتر. وبرغم هذا البناء الضخم والعملاق تتمتع هيذر بالجمال والجاذبية، وعن هذا تقول إنها تهتم جيدا بصحتها ومظهرها وتفخر بكونها امرأة طويلة، كما أنها تعمل كعارضة على بعض المواقع كأمازون وغيرها من المواقع الشهيرة. في المركز الخامس مالغورزاتا ديديك، متران وسبعة عشر سنتيمتر. ولدت مالغورزاتا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت لاعبة كرة سلة معروفة بطولها الفارع منذ صغرها، حيث بلغ طولها مترين وسبعة عشر سنتيمتر. والجدير بالذكر أنها تنتمي لعائلة تضم مجموعة من أطول البشر على الأرض، وقد تعرضت لأزمة قلبية بمنزلها وهي حامل عام 2011، أدت إلى وفاتها وكذلك وفاة طفلتها عن عمر يناهز 37 عام. في المركز الرابع زينب بيبي، متران وخمسة وعشرين سنتيمتر. الباكستانية زينب بيبي والتي تقيم حاليا في المملكة المتحدة، وذلك بعد أن قدمت طلبا بالإقامة الدائمة في بريطانيا لأن طولها يخلق لديها مشاكل عديدة في باكستان، لأنها تخاف من العودة إلى باكستان حيث كان الشبان يرمون عليها الحجارة ويشدون ثيابها، حتى أنها كسرت وركها مرة بعد تعرضها للضربة، ولكن لسوء الحظ تم رفض طلبها في يناير عام 2009. في المركز الثالث
ساندي ألين، 2.37 سنتيمتر. ولدت ساندي ألين في عام 1955 بولاية شيكاغو، وحملت لقب أطول امرأة في العالم لمدة 60 عام، حيث تم تسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية. وقد بلغ طولها 2.37 سنتيمتر تقريباً. وقد كانت ساندي مصابة بورم في غدتها النخاعية ظهر منذ ولادتها، واستؤصل عام 1977 من جسدها، وهو الذي تسبب في هذا النمو غير الطبيعي. ساندي لم تتزوج قط، وقد ظهرت في بعض الأفلام السينمائية، منها فيلم كازانوفا، وتوفيت في عام 2008 عن عمر يناهز 53 عام. في المركز الثاني، ياو ديفين، 2.37 سنتيمتر. الصينية ياو ديفين تم تسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول امرأة في العالم لا زالت على قيد الحياة. عندما كانت في الثالثة من عمرها كانت تأكل 3 أضعاف الأطفال في مثل عمرها، وعندما بلغت 11 عام بلغ طولها 280 سنتيمتر، وبجانب طولها الفارع فوزنها 180 كيلوغرام، وهو ما جعلها عملاقة بحق. وقد وصلت ياو إلى هذا الطول الهائل بسبب خلل جسدي ومشكلة في الجينات والنمو، وقد توفيت عام 2012 عن عمر 40 عام. في المركز الأول، زيك جينليان، 2.49 سنتيمتر. ولدت زينك بالصين عام 1964، ويعرف الصينيون بقصر قامتهم، ولكن جاءت زينك جينليان لتكسر هذه القاعدة، حيث بلغ طولها 2.49 سنتيمتر لتكون بذلك أطول النساء في العالم، وتوفيت في سن المراهقة عام 1982 وهي في عمر 17 عام دون معرفة أسباب وفاتها حتى الآن، ولكن لا بد أن نموها المفرط قد لعب دورا هاما في ذلك.